السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا حبيت استغل النهاردة اخويا علشان نعمل لكم طريقة عمل بسبوسة زي المحلات بالظبط، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ويلا بينا نبدأ وصفة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعضينا هعلمكم ازاي تعملوا بسبوسه وتطلع معاكم ناجحه زي المحلات بالظبط، واعرفكم برضو الاخطاء اللي كنا بنقع فيها ليه البسبوسه بتطلع معانا ناشفه، وان شاء الله هتعجبكم. مع بعض نقول المقادير. بسم الله. معانا نص كيلو سميد بسبوسه، طبعا هو في منه انواع، يا ريت ان احنا نجيب الخشن. ومعانا ربع لتر لبن، ومعانا 300 جرام سكر او كوبايه ونص، ومعانا 100 جرام سمنه. يا ريت السمنه تكون حيواني ما تبقاش نباتي، والسكر ده سر من الأبيض. اسرارها، والسكر يكون ابيض عشان ما ينفعش يبقى خشن عشان البسبوسه ما تطلعش ناشفه معانا. طبعا جوز الهند ده حسب اختياري مش اجبار، يعني مش من الاساسيات. هننزل الاول بالسكر والسمنه، ننزل بجوز الهند، نقلبهم مع بعض، هنزل بالسميد، طبعا احنا دلوقتي مش هناجي، احنا عايزين يا دوب بس نبس، يعني نخلط العجين مع بعضيه، لكن لو عجناها البسبوسه هتطلع معانا ناشفه ومش هتشرب الشربات، لازم كنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. الاربع صوابع كده مش عجين، يا دوب انا بس ايه بقلب الخليط. طبعا جوز الهند بيديها طعم كويس، طعم جميل جدا، بس هو طبعا اختياري، في ناس ما بتحبوش. تمام. والسمنه الحيواني ده سر من اسرارها برضو، سمن نباتي ما ينفعش، فالافضل يعني الافضل ان هو يكون حيواني. كده بالطريقه دي احنا خلاص قلبنا الخليط كله مع بعض. دلوقتي هنزل باللبن، طبعا اللبن ربع لتر، هو الكمية دي نص كيلو هياخد معانا ربع لتر، ننزل بيه. ما نقلبش، قلنا احنا يا دوب هنقلب وما نزودش اللبن عشان خاطر ما تطراش معانا جامد، وما نقللش، هو ربع لتر كويس جدا. شايفين القوام بتاعه؟ لا هو ناشف قوي ولا هو طري جدا، كده كويس جدا، ده احسن قوام للبسبوسه. طبعا السكر الابيض كمان بيدوب معانا غير السكر الخشن، بس انا كده بالنسبه لي البسبوسه جاهزه. طبعا في ناس بقى يعني دي اسرارها، في ناس بقى بتضيف بيكنج باودر، بتضيف حاجات اضافيه، لكن الاصل بتاع البسبوسه زي ما انا وريتكم كده، ما بتضافش اي حاجه تاني. دلوقتي بعد ما جهزنا خليط البسبوسه بنجيب صينيه، يا ريت تبقى يعني مقاس من 30 32، يعني ما تبقاش اقل من كده، بحيث ان احنا مش عايزين ان هي تبقى عاليه معانا، بس طبعا حسب المتوفر عندك. وبندهنها زبده من تحت، ممكن لو نقسمها مفيش على زبده، صينيتين مثلا لو مفيش زبده المقاس ممكن مش برضه، موجود. لو مفيش زبده ممكن ندهنها سمنه. تمام، وبننزل بالخليط بتاعنا. بنفرده كده بايدينا، تمام. بعد ما نفرده خطوة مهمة، اللي احنا عايزين نساوي
الصينية بتاعتنا. فطبعا لو عندك رخامة حط تحتيها فوطة عشان خاطر الخبط ما يأثرش عليها. وبنبدأ ان احنا نخبط كده اهو، طبعا ده شكلها بعد ما خبطناها بحيث ان احنا نسويها. ممكن نعملها على الرخامة او ممكن نعملها على الأرضية، ده الشكل بتاعها. طبعا ممكن نزوقها من فوق زي ما تحبه، ممكن نحط بندق، لوز، مكسرات سوداني زي ما تحبه، وممكن نعملها سادة، كل واحد على حسب اختياره. كده بالنسبة لنا البسبوسة بتاعتنا جاهزة دلوقتي. احنا هنكون مسخنين قبلها الفرن ب10 دقايق على درجة حرارة 200، وبنحطها في الرف اللي في النص، بس ما نفتحش عليها، يعني نسيبها في الفرن على الأقل نص ساعة، ما نفتحش عليها قبل كده. أو مجرد إن هي ما تبقى مستوية من الأرض، من الأرضية بتاعتها، نبدأ إن احنا نشغل عليها الشواية بسيط، وناخد بالنا عشان الشواية تحرقها، يعني ما نشغلش الشواية ونسيبها. طبعا دلوقتي أنا جاهز الفرن، هدخلها على الفرن وأرجع لكم تاني. دلوقتي احنا حطينا البسبوسة في الفرن، هنعمل الشربات بتاع البسبوسة. الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، يعني كوباية السكر قدامها كوبايتين مية. طبعا أنا هعمل على قد كمية، على قد الصينية اللي هو نص كيلو سميد، اللي هو كوبايتين سكر عليهم 4 كوبايات مية بنفس المقدار. الكوباية اللي نحط بيها السكر هنا نحط بيها المية، يعني كوبايتين سكر هياخدوا 4 كوبايات. طبعا أنا عامل المقدار دوت بعدهم كلهم. هو بيبقى مية بسكر، يعني الناس تقول ممكن أنت تفتكر إن الشربات كتير قوي، لكن هو في الحقيقه ما بيبقاش مسكر جدا، لان هو كوبايه سكر على كوبايتين ميه. ده برضو لما البسبوسه بتشربه ده سيرم اللي بيخليها برضو مرمله وبيخليها بتدوب. طبعا هنحطهم على النار ونرجع مع بعض. دلوقتي هنحط السيرب على النار لحد ما ياخد غلوه. مجرد ما ياخد غلوه هديله رشه ملح ليمون بسيطه، لو ما فيش ملح ليمون هديله عصره ليمونه. طبعا مش هسيبه يغلي كتير لان انا مش عايزه يتقل، انا عايزه خفيف هيغلي وارجع لكم تاني. انا كده الشربات بتاعي بدأ يغلي معايا، هو يا دوب اول ما بيغلي يبدأ يغلي معايا بنزل عليه برشة ملح ليمون واسيبه دقيقة بس واقفل عليه. بقفل عليه وبديله شوية فانيليا. حاجة كمان بنزل بمعلقة سمنة بعد ما اقفل عليه، ودي بتدي طعم البسبوسة جميل جدا. طبعا سمنة او زبدة والفانيليا في الاخر طبعا مش هو بيغلي، عشان خاطر طبعا الفانيليا بتمرر. بس انا كده بالنسبة لي الشربات جاهز، بسيبه يبرد. دلوقتي البسبوسة معانا شربت الشربات، بصوا معانا نختبرها، شايفين طريقة ازاي. طبعا انا هسيبها تبرد خالص، بعد كده ابدا اقطعها عشان تبقى تماسكت شويه. طبعا الشربات طبعا على حسب اختياركم، ممكن نقلل شويه الكميه، ممكن نحطها كلها. طبعا انا محتاج الكميه كلها، طلعت معايا طريه ودايبه بالشكل ده. طبعا تبرد معانا وارجع لكم تاني. دلوقتي نقفل الشوايه، كده البسبوسة تمام جدا بالشكل دوت. طبعا هي بتبقى كده، هو ما بتغمقش عن كده. دلوقتي هنزل عليها بالشربات بتاعنا. طبعا انا استنيت لحد ما الشربات يبرد، البسبوسة بتبقى سخنة والشربات بارد. انزل بالشربات. الله عليك، انزل بكل الشربات. ناس كتير ممكن تقول ايه الكميه دي كلها، لكن هو مش شربات تقيل، دوت يعتبر ميه بسكر. الريحه فظيعه. طبعا بتعرف ان البسبوسه ناجحه لو شربت الشربات، لو ما شربتش تعرف ان هي مش ناجحه معاك. احنا نسيبها دقيقتين تشرب الشربات وارجع لكم تاني. دلوقتي البسبوسه معانا شربت الشربات، بصوا معانا نختبرها، شايفين طريقه ازاي. طبعا انا هسيبها تبرد خالص، بعد كده ابدا اقطعها عشان تبقى تماسكت شويه.
طبعا الشربات طبعا على حسب اختياركم، ممكن نقلل شويه الكميه، ممكن نحطها كلها. طبعا انا لما حطيت الكميه كلها طلعت معايا طريه ودايبه بالشكل ده. دلوقتي بعد ما سيبنا البسبوسه تبرد هنقطعها مع بعض ونشوف عامله ازاي. الله عليك بجد، تسلم ايدك، الريحة تحفة. ما شاء الله الله بجد. طبعا ممكن نزوقها مثلا مكسرات مشكلة، أو طبعا قشطة على الوش، في ناس بتحبها بالقشطة. طبعا دي البسبوسة، بصوا مرملة ازاي وطرية. ده انا ادوق بقى. الله تسلم ايدك، رب تعجبكم، ومستني ان شاء الله تقولوا رايكم فيها ايه. والله يا جماعة بدون مبالغة والله جاهزة بجد. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد مع وصفات تانية مختلفة. يا رب دي تعجبكم، واستنوا ان شاء الله تقولوا رأيكم فيها ايه.